الصيف وبالشتاء شنو الأكثر ألوان بالصيف تحسين الزبائن مرغوب يعني أكثر شيء يحبوها؟ والشتاء شنو اللي يفرق تحسين أكثر شيء؟ لا، الألوان الباردة بالصيف بالنسبة للألوان الدارجة بالصيف تكون الألوان الباردة. نعم. بينما بالشتاء لا، الأسود، النيلي، الزيتوني، الماروني. هسه بالذات يعني هذا الشهر الماروني غزا السوق بشكل أقوى. فعلا صح، هاي بعدنا ما جاي الشتاء غزا السوق بكل شيء، بالأكسسواريز، بالحقائب، تكرمون بالأحذية. الماروني فات شيء، يعني أنا من الأشخاص جهزت عندي أوردر كله ماروني، اريد يعني شنو الشتويه كلها انا اخلصها بالماروني، بس بش تدرعه ما عندي ماروني. هاي بقت يمك ان شاء الله انتصار. احنا بعد الحلقه صممي لي اريد دراعه مرتبه حتى اروح به المناسبات.